أعالي منطقة أسول بدائرة بوحمامة بولاية خنشلة، شهادات حية للمجاهدين حول قرية تيتشلت وسط غابة البراجة. هذه المنطقة والتي كانت محرمة على الاستعمار الفرنسي والذي لم يجد سبيلا لدخولها إلا بقصفها بالطائرات. قال لك 20,000 مجاهدة هنا في الغابة، ولاو على الدشور هذه، الدشرة هذه والدشرة منا يقول لها وحدة تيغزة لتحت، هذه تيتشلت، هذه كيف يسموها سميها طف شنا، هذو نتاع البراجة خزين نتاعهم وفيها مونة فيها كل شيء، ولا في 58 رحوها من ثم ولا تبقت غير حجر. ومن البطولات التي يتداولها سكان المنطقة قصة المجاهدة قرموعي فاطمة، والتي أثناء هروبها من المستعمر أنجبت ابنها في هذه الغابة. فسنا الطيارات وفي الإشارات ونهربوا، كوزي العسكر مديت الخزانة علي سواعي، وعمر كفاطي خلاني القشابي والبدونة تاع الماء، وأنا مشيت وحدي هربت، مشيت الغابة وطفلجة وعيطت عند ربي، اخترتين قلت يا ربي الأعمال عليك. كي جيت انا والوالد والوالده سمعنا العياط، المراه تعيط تعيط تعيط، وانا واش صبرت في هذيك، قلت من بليسي كيش ما نقدموا لها خدمه كيش ما كذا، وصلنا لقيناها حصنت باش تولد، اللي دارت وفي حجرها وثارت قفزت كي الغزاله. ويبقى تاريخ الجزائر مليئا بعديد القصص البطوليه ابان ثوره التحرير، فالمجد والخلود لشهدائنا الابرار.